Dear first secondary, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have the first lesson in unit 5 in the geometry. The lesson is called division of a line segment. In this lesson, inshallah, we are going to study the two types of the division, the internally and the externally division. And we are going to study how can we identify the ratio of the division. Let's start the lesson. First, we are going to study the internally division. Okay, we have a line segment or directed line segment or vector, okay, and it's called AB, and we have a point C divide this line segment into the ratio M1 and M2. يعني دلوقتي لو عندنا كده directed line segment AB بالشكل ده الـ A X1 Y1 will be X2 Y2. لو احنا عندنا اولاد في point C okay divide ال AB internally يعني هي included inside ال AB بالشكل ده okay فبنقول هنا ان ال C divide ال AB internally لان هي already inside ال line segment. طيب ال ratio between CA to CB هنسميها M1 وM2 بالشكل ده دي كده M1 و من C ل B دي كده هنسميها M2 يبقى هنا الريشيو بتوين CA and CB equal M1 and M2 اوكي بالشكل ده. طيب التارجت هنا احنا عايزين نعرف البوينت اوف الديفيجن اوف اللاين سيجمنت ازاي بنوصل لها. طيب البوينت بتتكون من تو كوردينيتس، اول كوردينيت اسمه X والكوردينيت التاني اسمه Y. طيب عندنا رول يا ولاد، رول للاكس ونفس الرول تقريبا للواي. اوكي الاكس بتبقى ايكوال ايه؟ هيبقى عندي كده، هنعمل فراكشن بالشكل ده. طيب وهنكتب هنا بلس وهنا بلس. طيب وبعدين هنكتب هنا x2 m1 وهنا العكس x1 m2، تاني x2 m1 وهنا x1 m2 وتحت m1 plus m2 تاني، يبقى x2 m1 plus x1 m2 over m1 plus m2 هيبقى الرول بالشكل ده زي ما انا شرحته بالظبط كده، x2 m1 x1 m2 over m1 plus m2. طيب ولو انا عايز الواي، طيب الواي هيبقى بنفس الكونسبت، هيبقى برضو هنا بلس وهنا بلس، هيبقى هنا y2 m1 plus y1 m2 over m1 plus m2، يبقى هنا زي ما انا قلت كده y2 m1 plus y1 m2 over m1 plus m2، وده الرول اوف الانترنالي ديفيجن. تمام يبقى هنا الاكس طبعا في الاخر الاكس بتبقى ايكوال السي ايكوال الاكس والواي. طب تعالى ناخد اكزامبل على الانترنالي ديفيجن بالشكل ده. اول اكزامبل بيقول لي ان الاي بي، ان الاي ايكوال نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 7 هنسميها x1 y1. طيب والبي ايكوال 4 و0 هنسميها x2 y2. تمام فايند ذا كوردينيت اوف سي ويتش ديفايد اي بي او ذا فيكتور اي بي باي ذا ريشيو 5 تو 2 انترنالي. اول حاجه هنبدا نرسم اللاين سيجمنت بالشكل ده. طيب بعد كده هيبقى البوينت سي ات ذا ميدل بالشكل ده، هتبقى هنا من C ل A دي كده M1 اللي هي equal 5، ومن C ل B M2 اللي هي هتكون equal 2. اوكي يبقى هنقول كده ان C divide AB internally، يبقى هنا M1 to M2 equal 5 to 2. طيب هنبدأ الاول بالX. الX زي ما احنا قلنا هنا x2 m1 plus x1 m2 over m1 plus m2. طيب زي ما انا قلت من شويه هنا، هنا x1 y1 x2 y2، يعني هنبدا كده
بالاكس 2 يعني 4 تايمز، هنا هنكتب مكان الاكس 2 4 تايمز الام 1 اللي هي 5، يبقى 4 تايمز 5 بلس اكس 1 اللي هي نيجاتيف 3 تايمز ام 2 اللي هي 2 اوفر ام 1 بلس ام 2، يعني 5 بلس 2 هيبقى بالشكل ده 4 تايمز 5 بلس نيجاتيف 3 تايمز 2 اوفر 5 بلس 2. هنطلع الايكوال بتاع الكلام دوت هيكون ايكوال 2. طيب بنفس الكونسبت الواي هتبقى y2 m1 بلس y1 m2 اوفر m1 بلس m2. طيب الواي الواي 2 اللي هي 0 فهيبقى هنا 0 تايمز 5 بلس نيجاتيف 7 اللي هي y1 تايمز 2 اوفر 5 بلس 2 بالشكل ده 0 تايمز 5 بلس نيجاتيف 7 تايمز 2 اوفر 5 بلس 2. الكلام ده يا ولاد هيكون ايكوال نيجاتيف 2. يبقى كده ده الاكس وده الواي، يبقى في الاخر السي هتبقى ايكوال 2 اند نيجاتيف 2. ده اكزامبل على الانترنالي ديفيجن. هناخد اكزامبل جديد على برضو الانترنالي ديفيجن. في الاكزامبل دوت يا ولاد a ايكوال 0 نيجاتيف 3 وال b ايكوال 3 اند 6. اوكي find the coordinate of C which divide A B A internally by the ratio 1 to 2. طيب المرة دي هنعكس اللاين سيجمنت، هتبدأ بدل ما هنبدأ ب A B لا هنبدأ المرة دي ب B A بالشكل ده، هتبقى M1 to M2 equal 1 to 2 زي ما احنا قلنا كده في الـ في الـ في الراتيو. طيب هنا ال B وهنا ال A، ال C هنا في الـ included inside ال A B. طيب هنا ولاد ال B ال C B هتبقى equal دي كده M1 equal 1 وهنا M2 equal 2. طيب وهنا X1 Y1 X2 Y2، ال X هتبقى equal X2 M1 plus x1 m2 over m1 plus m2. طيب هنكتب يا ولاد مكان ال x2 ال x2 هنا هنا x2 وهنا x1، هنكتب مكان ال x2 0 ومكان times 1 plus x1 اللي هي 3 times 2 اللي هي m2 over 1 plus 2. طيب الكلام ده في الاخر هيبقى equal 2. طيب بعد كده ال y equal y2 m1 plus y1 m2 over m1 plus m2. طيب هنكتب مكان ال y2 هنكتب negative 3 times m1 اللي هي 1 plus مكان ال y1 هنكتب 6 over times m2 اللي هي 2 over m1 plus m2 يعني 1 plus 2 هيبقى بالشكل ده. طيب الكلام ده في الاخر هيطلع equal 3، يبقى ال C equal to and 3. اوكي طيب هنتعرف دلوقتي على ال externally division. ال externally division if the point C divides the vector AB by given ratio M1 to M2 externally. ده معنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي line segment AB، معنى ان ال C divide AB externally يعني اصلا ال C doesn't belong to AB، يعني ال C موجودة outside AB في المكان ده كده زي ما احنا شايفين. هنعمل extend لل AB كده. طيب الراتيو هنعمل الراتيو between ال CA and ال CB، ال CA هنعتبرها M1 وال CB هنعتبرها M2، يبقى CA over CB equal M1 over M2. طيب الاكس هنا هتبقى ايكوال ايه يا ولاد؟ هنستخدم نفس الرول بتاع الانترنالي ديفيجن بس ان بتوين هنكتب ماينس، يعني الرول هيبقى كده بالشكل ده x2 m1 minus x1 m2 over m1 minus m2. يبقى هنا الفرق الوحيد ما بين الاكسترنالي ديفيجن والانترنالي ديفيجن ال included sign او ال sign in between اللي هي بدل ال plus هنخليها minus، يبقى ال x equal
x2m1 minus x1m2 over m1 minus m2. طيب والواي هتكون ايكوال نفس الرول بس هنبدل الاكس2 والاكس1 هنكتبهم y2 y1 يبقى هنا الواي ايكوال y2m1 minus y1m2 over m1 minus m2. اوكي تعالوا ناخد اكزامبل على الكلام ده. هنا في الاكزامبل if a equal 2 and 5 will be equal negative 7 7 و negative 1 find the coordinate of c which is divide the ratio ab by the ratio 3 to 2 externally. اوكي طيب هنبدأ الاول نرسم اللاين سيجمنت والسي طبعا عشان هو كاتب لي externally فالسي هتبقى included outside ال ab في المكان ده. طيب هتبقى ال ca دي كده m1 طبعا m1 to m2 هتبقى equal 3 to 2 ال ca equal اوكي يا ولاد ال ca هتبقى equal m1 اللي هي هتكون equal 3 بعد كده ال cb هتبقى m2 اللي هي equal 2. طيب ال x زي ما احنا قلنا هتبقى x2 m1 minus x1 m2 over m1 minus m2. طيب هنعمل substitution مكان ال x2 وهنكتب هنا هنكتب مكانها 7 دي x2 وهنا x1 يبقى هنكتب ال 7 وال 2 مكان ال x2 وال x1 فهتبقى 7 times ال 3 minus ال 2 times ال 2 over 3 minus 2 اللي هي m1 minus m2. الكلام ده يا ولاد هيكون equal 17. اوكي طيب بعد كده ال y هتكون equal y2 minus y2m1 minus y1m2 over m1 minus m2. طيب مكان ال y2 احنا هنا عندنا y1 وهنا y2. طيب مكان ال y2 هنكتب negative 1 m1 هنكتب 3 minus y1 اللي هي هتبقى 5 اوكي times m2 اللي هي هتبقى equal 2 over 3 minus 2 هيبقى بالشكل ده negative 1 times 3 minus 5 times 2 over 3 minus 2. الكلام دوت يا ولاد هيكون equal negative 13. اوكي يبقى في الاخر ال c هتبقى equal 17 and negative 3. طيب هناخد example جديد هنا في الاكزامبل if a equal 1 و 3 will be equal negative 4 and negative 2 find the coordinates of the point c where c belongs to AB where 3 AC equal to CB. طيب أول حاجة يا ولاد هنا الراتيو 3A equal to CB. طيب يبقى ده معناه إن الراتيو of AC هتبقى equal to والراتيو of CB هتبقى equal 3. يبقى معنى كده إن الـ AC over الـ CB هتبقى equal to over 3. أوكي طيب هنرسم اللاين سيجمنت بالشكل ده وهتبقى ال C in between. طيب هتبقى ال CA equal M1 اللي هي equal to بعد كده ال CB هتبقى M2 اللي هي هتكون equal 3. طيب هنكتب دلوقتي ال X طبعا عشان ده internally division. طب انا عرفت منين انه internally division لانه قال لي ان ال C belongs to ال AB. طيب هنرسم دلوقتي يا ولاد ال هنكتب الـ x الـ x هتبقى equal x2m1 plus x1m2 over m1 plus m2 الكلام ده هيبقى equal. طيب in place of x2 هنا طبعا x1 وهنا x2 يبقى هنبدأ بـ negative 4 times 2 plus 1 times 3 over 2 plus 3 يبقى negative 4 times 2 plus 1 times 3 over 2 plus 3. الكلام دوت هيكون equal negative 1. طيب بعد كده ال y equal y2 m1 plus y1 m2 over m1 plus m2. طيب هنا ده ال y1 وهنا ال y2 يبقى هنبدل ال y1 وال y2 in place of y1 y2. اوكي فهيبقى عندي negative 2 times 2 طبعا 2 هنا دي ال m1 plus 3 times 3 هنا 3 برضو الـ m2 over 2 plus 3 ده هيكون equal 1 يبقى في الآخر الـ c equal negative 1 and 1. طيب هناخد example جديد
بس هنفتكر concept ال midpoint of a line segment. طيب if C equal 2 and 4 is the midpoint of AB vector where A equal X and 4 Y equal will be equal 1 and Y. Find the value of each X and Y. طيب نبدأ أول حاجة ونفتكر ال rule of ال midpoint. طيب ال midpoint كان بيكون equal ال midpoint of AB. نفتكر الأول هنا ده كده اللاين سيجمنت اي بي الميد بوينت بتكون السي ات ذا ميدل هنا في المكان ده اوكي فهتكون السي اي ده معناه ان السي اي والسي بي ار ايكوال فهنا دي كده دول كده دي كده هتبقى ام 1 ودي كده ام 2 بس طبعا هما ايكوال اصلا فهيبقى عندنا رول جديد ايه هو رول يا ولاد الميد بوينت اوف اي بي هتبقى اكس 1 plus x2 over 2 طبعا هنا x1 y1 وهنا x2 y2 طيب هتبقى x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 ده رول الميد بوينت وده اللي اخدناه في الثيرد prep طيب هنكون equation هنكون دلوقتي من الرول بتاعنا هيبقى x1 يعني x plus 1 over 2 comma 4 plus y over 2 x plus 1 over 2 4 plus 1 plus y over 2 الكلام ده هيكون equal للميد بوينت اللي هي 2 and 4 طيب هنكون كده 2 equations يعني ايه 2 equations هنبدأ ب ال x1 اوكي plus 1 over 2 equal 2 ودي اول equation معانا x1 plus 1 over 2 هتكون equal 2 بعد كده هنودي ال2 هناك بالتايمز فهيبقى x1 plus x plus 1 equals 4 طيب بعد كده هنودي ال4 هناك بالماينس يبقى x equal 4 minus 1 هتبقى equal 3 يبقى x equal 3 دي كده اول part من الquestion طيب بعد كده هيبقى 4 plus y over 2 equal 4 طيب هيبقى equal 4 طيب هنعمل send لل 2 side التاني بالtimes okay by sending 2 times 4 so 4 plus y equal 8 طيب هنعمل send لل 4 side التاني بالminus يبقى y equal 8 minus 4 equals 4 وهو ده ال second required يبقى x equal 3 وال y equal 4 طيب هناخد دلوقتي another example a equal 3 and negative 2 وb equal negative 2 and 3 find the ratio by which c equal 8 and y divide ab showing the type of division then find the value of y طيب اول حاجة ولاد هنبدأ هنا نرسم line segment ab طيب ال a هنا طبعا x1 y1 وهنا x2 y2 طيب احنا المفروض عندنا ان البوينت c اللي هي 8 and y طبعا انا ما اقدرش اكتب ال c at the middle لان ممكن تكون ال c included outside فمش هكتب ال c دلوقتي مبدئيا طيب البوينت اوف ديفيجن c اللي هي 8 and y هتكون equal الكوردينيتس اوف ذا ميد بوينت اوف ذا بوينت اوف ديفيجن اللي هي ال coordinates of x يعني x2 m1 plus x1 m2 over m1 plus m2 and ال y اللي هي y2 m1 plus y1 m2 over m1 plus m2 طيب زي ما احنا شايفين كده يا ولاد ان احنا عندنا equation ال first equation فيها 8 فيها order pair 8 and y وال second equation فيها ال rule of x وال rule of y طيب دلوقتي انا عندي مشكلة انا عندي الاكس 1 والاكس 2 بس الام هي الانون طيب فدلوقتي هنشتغل على ال8 يعني على الاكس يبقى هناخد الفيرست ايكوال الفيرست لان انا عندي هنا ال8 نون او معروفة فهنشتغل عليها ما ينفعش اشتغل على الواي لان هيبقى فيه عندي الام 1 والام 2 انون والواي انون فمش هقدر احل الاكويجن ديت يبقى نبدأ كده نقول ان ال8 هتبقى equal
طبعا in place of x2 هنا عندي x1 وهنا x2. In place of x2 هنبدل x2 ب negative 2 وهنبدل x1 ب 3 يبقى كده negative 2 m1 plus 3 m2 over m1 plus m2. طيب وبعدين هنعتبر ده يا ولاد 8 over 1 وهنعمل cross multiplication. طيب فهيكون 8 times m1 و 8 times m2. 8 times m1 ب 8 m1 و 8 times m2 هتبقى equal 8 m2. طيب بعد كده 1 times negative 2 m1 هتنزل زي ما هي و 1 times 3 m2 هتنزل برضو زي ما هي. طيب دلوقتي في النكست ستيب هنعمل collect لل m1 في one side، يعني هنودي ال negative 2 m1 لل left side وهنودي ال 8 m2 في الرايت سايد، فهيبقى عندي 8m1 plus 2m2 equal 3m2 minus 8m2، او ممكن نكتبها negative 8m2 plus 3m2. طيب ده ليه؟ عشان اقدر اعمل collect like terms together. طيب هيبقى عندي 8m2 plus 10 plus 2m2 equal 10m2 m1 sorry. هنا negative 8m2 plus 3m2 equal negative 5m2. طيب هنرجع نعمل switch عشان نوصل للratio. m1 هتبقى الratio corresponding للratio 5 negative 5 و m2 corresponding للratio 10، فهتبقى m1 over m2 equal negative 5 over 10 اللي هي negative 1 over 2. طيب زي ما احنا شايفين طالما الratio طلع negative يبقى ده معناه externally division، يبقى كده ال 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 C divide ال A B vector by the ratio 1 to 2 externally. اوكي دلوقتي بعد كده يبقى ال ratio 1 to 2 externally. اوكي بعد كده انا عايز ال Y، يبقى ال Y equal هنكتب طبعا هنا Y2، هنا طبعا Y1 Y2، هنكتب طبعا مكان ال Y2 هنكتب 3 ومكان الام 1 هنكتب 1. اوكي ومكان هنا طبعا دي ام 1 وهنا ام 2، فهيكون 3 times 1 اوكي minus negative 2 times 2 over 1 minus 2، ودي كده هتكون الفاليو اوف الواي تاني 3 اللي هو m اللي هو y1 y2 و times 1 اللي هو هيكون m1 minus negative 2 اللي هي y1 times 2 اللي هي m2 over 1 minus 2 اللي هي m1 minus m2. الكلام دوت هيكون equal negative 7، يبقى في الاخر ال y equal negative 7. طيب هناخد example جديد. If a equal negative 2 3 will b equal 4 and negative 2، find the ratio by which x axis divide the directed line segment AB showing the type of division and define the coordinate of the point of division. طيب هنبدأ الأول نرسم جراف وهنحدد position ال negative 2 3، negative 2 ونطلع 4 and 3 دي هتبقى ال A. طيب بعد كده 4 and negative 2 يبقى 4 وننزل تحت ال negative 2، ده هيبقى position ال B. هنعمل connect للline segment AB، هنلاقي ان هنا ال point of division في المكان دوت اوكي by which ال x axis divide a line segment. اوكي طيب يبقى هنا let's see x و 0. طب ليه x و 0؟ لان ال point هنا unknown بالنسبة لنا، فهنعتبرها x و 0. اوكي دي كده هتبقى ال point C، دي كده يا ولاد هتبقى ال M1 والبارت ده هيبقى ال M2. طبعا انا عايز اعرف دلوقتي ال M1 وال M2، فهنقول كده ان انا عندي two coordinates ال X وال 0. طيب لو انا عملت equation، انا طبعا دلوقتي هعمل equation عشان اقدر اعرف ال M1 وال M2. طيب لو عملت equation وال equation ديت included X، فمش هقدر احلها لان ال M1 وال M2 والاكس كلهم هيبقوا unknown، فمش هقدر احل الايكويشن. يبقى لازم دلوقتي اشتغل على الواي لان الواي ايكوال 0. طب ايه الرول بتاع الواي؟ الرول بتاع الواي اللي هو y2 m1
plus y1 m2 over m1 plus m2. الكلام ده هيكون equal 0 لان احنا اتفقنا ان الواي ب 0. اوكي طيب بعد كده هنعمل substitution ب y2 و الواي 1. طب فين الواي 2 والواي 1؟ هنا هيبقى y1 وهنا هيكون y2. يبقى هتبقى negative 2 times m1 plus 3 times m2 over m1 plus m2 equal 0. طيب هنعتبر ان ده over 1 وهنعمل cross multiplication. يعني ايه cross multiplication؟ يعني البراكت ده كله times 0 والبراكت ده كله times 1. طيب البراكت ده كله times 1 هينزل زي ما هو negative 2 m1 plus 3 m2 والبراكت ده كله times 0 equal 0. طيب هنعمل send لي النيجاتيف 2 m1 لي الليفت للرايت سايد بالبوزيتيف هيبقى عندي 3 m2 equal 2 m1. طيب هنعمل بعد كده switch. يعني ايه؟ الm2 هتبقى corresponding للratio 2 والm1 corresponding للratio m1. يعني m1 over m2 هتكون equal 3 over 2 وطبعا الratio ديت هتكون internal. كده احنا عرفنا الm1 equal 3 والm2 equal 2. طيب دلوقتي اقدر بسهوله اقدر اعرف الكوردينيتس اوف اكس. الاكس هتبقى equal x2 m1 plus x1 m2 over m1 plus m2. طيب انا دلوقتي عرفت خلاص ادي الاكس1 والاكس2. يبقى هنكتب x2 مكان الفوق مكان 4 مكان الاكس2. بعد كده الm1 هيكون equal 3 plus negative 2 مكان الاكس1. بعد كده هنكتب 2 مكان الام2 بالشكل ده over 3 plus 2. يبقى الx finally equals 8 over 5. يبقى الc equal 8 over 5 and 1. وكده نقدر نقول ان الديفيجن ان الc divides الab internally by the ratio 3 to 2. اوكي طيب هناخد اكزامبل اخير. Prove that the points A 1 and 4 will be 3 and negative 2 will be 3 and negative 2 will see negative 3 and 16 are collinear. Then find the ratio by which A divides the BC vector showing the type of division of Bardo ratio by which B divides the CA line segment showing the type of the division. Type. في عندي طريقتين to prove ان ال 3 points are collinear. في طريقة by using slope وفي طريقة by using ال distance. هنا طبعا ال accurate way using ال distance لان ال distance هتساعدني في حاجتين. اولا هتساعدني ان انا اعمل ال proof ان هما collinear. ثانيا هتساعدني بسهولة جدا اطلع ال ratio طالما انا already عندي ال distance. طيب هنبدأ الاول يا ولاد ب ال A B. طيب نفتكر رول ال distance. ال distance كان equal A square root x1 minus x2 power of 2 plus y1 minus y2 all power of 2. ده الروت الرول of ال distance. هيبقى ال A B equal 1 between brackets 1 minus 3 power of 2 plus between brackets 4 minus minus 2 يعني 4 plus 2 all power of 2. طبعا انا هنا اعتبرت ان هنا x1 y1 وده كده x2 y2. اوكي الكلام ده ولاد هيطلع 2 square root 10 length units. طيب بعد كده ال bc هيبقى square root. طيب ال bc اوكي هعتبر هنا هنا x1 y1 x2 y2 يعني هتبقى between brackets 3 minus minus 3 يعني 3 plus 3 all power of 2 plus between brackets negative 2 minus 16 all power of 2 وده هيكون equal 6 square root 10. طيب finally ال AC هتكون equal square root. هشتغل على ال A وعلى ال C. هنبقى هنا x1 y1 x2 y2. طيب
هيبقى between brackets 1 minus minus 3 يعني 1 plus 3 all power of 2 plus 4 minus 16 all power of 2 كده هيبقى equal 4 square root 10. طيب واضح جدا ان الـ AB بـ 2 root 10 والـ AC بـ 4 root 10 يعني الـ AB plus الـ BC هتبقى equal 6 root 10 يعني equal الـ BC تاني. كده انا استنتجت ان الـ BC هتبقى equal AB plus الـ AC. اوكي therefore الـ A والـ B والـ C are collinear طالما في line segment equal sum of the two other line segments يبقى دول كده كلهم collinear. هنرسمها بالشكل ده هنا الـ C وهنا الـ B وهنا هتبقى الـ position of الـ A في المكان ده. طيب هنا أولاد الـ distance AB equal to root 10 والـ distance CA equals 4 square root 10 وهنا الـ distance BC equal 6 square root 10. طيب لو حبينا نطلع الريشيو between الـ 3 sides هنا دي كده هتبقى 2 ودي هتبقى 1. طب ازاي؟ هنقول كده ان الـ AB over الـ AC equal 2 square root 10 over 4 square root 10. الكلام ده هيكون equal and cancel root 10 مع root 10 يطلع 1 over 2 يبقى الـ AB ratio equal 1 والـ AC ratio equal 2. ده معناه ان الـ BC ratio كلها equal 3 تاني يبقى الـ BC ratio equal 3. يبقى هستنتج اول حاجة هو بيقول لي find the ratio by which A divides الـ BC. اوكي يبقى خلاص هنا الـ A divide الـ BC internally by the ratio 1 to 2. طيب و internally ان الـ A included inside الـ BC. طيب تاني حاجة بيقول لي find the ratio by which B divide الـ C A line segment. طيب هنا الـ B outside الـ CA ادي الـ C هنا والـ A هنا والـ B outside الـ line segment يبقى هنا الـ B divide الـ CA externally. طب by the ratio كام to كام؟ by the ratio 3 to 1 is 3 to 1. طب ازاي؟ هنا from C to B equal 3 او BC equal 3 و BA equal 1 هتبقى الراتيو 3 to 1. طبعا ده كده دي معناها ال BC ودي معناها ال BA ودي كده كانت اخر حاجة عندنا في الكويستشن. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you. See you in the next video. السلام عليكم.